مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. بشكل سريع نشوف إيه أبرز عناوين جرايدنا النهاردة من الأخبار. والصفحة 6 منشات الشريف: مهلة أسبوع لتحديد أماكن عربات المأكولات بالميادين، وتكليف 6 محافظين بحل مشكلة الكافيهات غير مرخصة، وبحث التعديلات التشريعية المطلوبة. ومن الشروق كمان نقرأ في الصفحة الأولى: قبائل سيناء تدخل على خط المواجهة ضد داعش، الترابين تدعو القبائل للتوحد ضد التكفيريين وتحرق أحد عناصر التنظيم، والجهة الجنوبية تضيق الخناق على العناصر الإرهابية. اليوم السابع والصفحة الأولى: مبادرة لتوحيد قبائل سيناء لمواجهة التكفيريين، 4 قبائل و6 عائلات تستجيب لنداء الترابين والسواركة والرميلات والتيهة والفاخرية في المقدمة. كده نكون وصلنا لآخر أخبارنا. نروح لفاصل سريع وموجز لأهم الأخبار على رأس الساعة، ونرجع لكم مرة تانية. صباح أون، خلوا دايما صباحكم أون.